بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا زلنا مع المدارس القرآنية نستنشق عبيرها ونبث لكم جواهرها، كيف لا وهم من خير الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من هذا المنطلق ينطلق أبناء المسلمين لحفظ كلام الله وتربية نفوسهم عليه منذ نعومة أظفارهم، يتربون على قيمه وينطلقون من مبادئه، يرجون الخيرية ويأملون رضا رب البرية. وإنك لتتعجب أشد العجب حينما تستمع إلى أولئك الأطفال على صغر سنهم وعدم معرفتهم باللغة العربية يقرؤون القرآن غضا طريا كما أنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. لم تحل العجمة بينهم وبين أن تتدفق تلك الآيات على ألسنتهم، كيف لا؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ في هذه الحلقة نقدم لكم نماذج لهؤلاء الفتية الذين عمروا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل. نبدأ من ألبانيا، حيث يعشق المسلمون القرآن الكريم، يقبلون عليه إقبال الظمآن على الماء، فينهلون من نبعه الصافي آملين أن يتحقق فيهم قول نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحقق لهم مقصودهم وأن يرزقهم ما تمنوا وأملوا. مصحف على المنضدة، وتحت الآية يتحرك إصبع صغير، العين تسابق اللسان، ما أحلى ترتيل الصغار. اللهم صل على نبي محمد. بالقرآن المحكم نحيا، بالقرآن المحكم نحيا، في دنيانا خير حياة، هو حقا معجزة كبرى، هو حقا معجزة كبرى، ما أعظمه ما أحلاه، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يقولون ربنا آمنا، الذين يقولون ربنا آمنا، آمنا بما ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بارك الله فيك. خرج من تحت الطاولة ليقرأ شيئا من القرآن.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر أن ترى من الفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليه البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح جعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب السعير ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. يا الله قل لي كلمة فيها غير قمرية. الكيس. الكيس. يلا يا حذيفة قل لي كلمة فيها القمرية. البيت. يا صالة. كل كلمة فيها ألف شمسية يا حمد. ألف عيون. ألف. هذه ألف قمرية. ألف عيون. كل يا زينب كلمة فيها ألف شمسية. الشمس. 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 قل لي كلمة فيها القمرية الوردة طيب من سيقرأ هذه الكلمة يا صالح سيقرأها الله تمام كوكو setinggi keampunan tak kuasa meraihmu tanpa pertolonganmu tak mampu memujimu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله من دون الله يروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين كم عمرك يا عمر؟ ستة ونصف ما شاء الله هذه أحد المراكز التي يتلقى فيها الأطفال في ألبانيا بعض تعاليم الدين وبعض معاني الإسلام وبعض القيم العظيمة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعتقد
أن مثل هذه المدارس التي تعلم القرآن وتعلم أحكام الشريعة وتربي هؤلاء الناشئة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سيكون لها الأثر الكبير بإذن الله عز وجل. وفي المقابل مما يفرج الصدر أيضا في ألبانيا أن كثير من طلاب الجامعات الإسلامية في المملكة العربية السعودية وفي غيرها عادوا إلى بلدانهم وأصبحوا بالفعل أدوات صالحة ونافعين ومفيدين في مجتمعهم. بلابل تصدح بالنغم ولا يضرها عدم فهم المعنى لأن وظيفتها أن تعزف. انتهى الدرس وبقي الترتيل، تلاوة في الداخل ومرح في الخارج، تلك هي معادلة الأمل في ألبانيا. لا إله إلا الله محمد رسول الله.